يعتبرها محاولة للتصفية لتصفية القضية الفلسطينية. هذه الصفقة هي السرعة القصوى في محاولات متعددة لتصفية القضية الفلسطينية، ومن نتائجها لحسن الحظ أنها وحدت الشعب الفلسطيني والقوى الفلسطينية، وكما نراها في المنصة على الأقل الآن، وهذا مكسب كبير لمواجهتها. وأظن ونرى في اللجنة أن هذه الصفقة هي محاولة للالتفاف على قوة الفعل الفلسطيني الدولي. لا ننسى هذه الانتصارات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي، إن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أو اليونسكو أو منظمات دولية عدة وعدة برلمانات في دول فاعلة ووازنة في العالم وجمعيات وهيئات مجتمع دولي مدني دولية. هذا الانتصار تحقق لأننا جميعنا في فلسطين وفي داعميها من شعوبنا العربية نقول صراحة أننا مع السلام ولسنا مع الاستسلام. نحن نريد السلام في المنطقة، وهذا هو قوتنا، وقوة هذه القوة هي التي جعلت خصم عدونا وخصومنا يلجؤون إلى هذه المحاولة الأخرى زائد المحاولات المتعددة الأخرى لكي يلتفوا على هذا الانتصار. لأن قوتنا أننا نحن دعاة السلام في المنطقة على أساس تحقيق الحقوق الوطنية الشرعية التاريخية الفلسطينية بما فيها حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في عودة لاجئيه إلى وطنهم. هذا هو المدخل الأساس لقوتنا في مطالبتنا بالسلام، إذ لا سلام بدون وجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.